وقعت مصر والصين ثلاث مذكرات تفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، كما شملت الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والتنمية الصناعية والطاقة المتجددة، ذلك في ضوء الشراكة الشاملة والعلاقات المتميزة ما بين البلدين. على هامش أعمال منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة في العاصمة بكين، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط عقدت اجتماعين مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، حيث تم بحث التوسع في جذب الاستثمارات الصينية لمصر كونها واحدة من أهم مصادر الاستثمارات والخبرات التكنولوجية في العالم، فضلا عن سبل دفع التعاون المشترك في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وتبادل الخبرات التنموية وتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية الصينية التي تعزز تأهيل الكوادر الحكومية وذلك في مختلف المستويات الإدارية. تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة للوقوف على سير العمل بالهيئة، وخلال الجولة استمع الوزير إلى عدد من المستثمرين ووجه بحل المشاكل التي تواجههم، كما أكد على أهمية وجود المستثمر بنفسه لسرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص الخاصة بهم، كما وجه بتسليم الرخصة خلال أسبوع. وأكد وزير الصناعة والنقل على أهمية تفعيل دور الهيئة في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار وذلك في القطاع الصناعي. قام وزير الإسكان شريف الشربيني بزيارة مفاجئة لتفقد سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب المنشية واحد بمحافظة الأسكندرية، يأتي ذلك عقب تفقده لمشروع صواري، حيث وجه الشربيني بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على المحطات في أفضل حالة والالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بصورة طفيفة مع تقييم المستثمرين إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. انخفضت العقود الآجلة الخام برنت بنسبة بلغت 0.43% مسجلة تقريبا 85 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.5% مسجلة 82 دولار 21 سنتا للبرميل، فيما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.42% مسجلة دولارين 52 سنتا للتر، فيما ارتفعت في المقابل أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 2.69% مسجلة دولارين 2.33 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت وزارة التجارة الصينية عن أن قيمة التجارة ما بين الصين والدول العربية وصلت إلى 398 مليار دولار، وذلك في العام 2023 بانخفاض قدره 7.7%، وذلك على أساس سنوي. بلغت قيمة صادرات الصين إلى الدول العربية 181.3 مليار دولار في العام الماضي بزيادة قدرها 4.7%، وذلك على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة الواردات من الدول العربية 216.8 مليار دولار بانخفاض قدره 16%. كشف صندوق النقد الدولي عن ارتفاع إجمالي لتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال العام الماضي إلى
110 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ العام 2018. تشير البيانات التي تضمنها تقرير القطاع الخارجي لصندوق النقد الدولي إلى بعض المتانة في الأسواق الناشئة رغم المستويات المرتفعة لسعر الفائدة الأمريكية، مما يجذب الأموال نحو الأصول المقومة بالدولار.